شيء في انجليزي استبالي. ايه شلون نؤخرها؟ شلون نؤخرها؟ ابي اؤخرها انا. ما تقدر تؤخرها. اصبر ما اقدر الا والله ما اقدر. اتوقع ما اقدر. اصلا شيء ما في شيء حلوه. عادي. دكتور هوزي موجه. شيخ هي عجوز بس مزه من الجرافيكس. واو. بنروح ننقذها يا رد في هالجزء. بنروح ننقذها. ننقذها. ننقذ نفسك اول. من جد على على الليجنداري انقذ نفسك ثم انقذها. من جد هذا الحين اول شيء بتركز عليه. When the covenant invaded, we were ready. Dr. Halsey, you're bending history for your own favor, and you know it. To crush human rebellion, not to fight the covenant. شوي بعد مرة عزم قريب most of all do not underestimate him ماذا كيف تقولها يلا قصده مصر تشيف مصر تشيف يا أخوي أنت صوتك أخوي أنت صوتك مقطع الجيم ليه مو بزين يعني يا أخوي أبي أسمع شيء من الجيم ما أسمع ما أقو أسمع ولا شيء من الجيم يا اخي كونكت بعدت يا الله بعدت عنه عادي عادي ترتل بيتش يا اخوي اقوى تحكم في الصوت صوتك وصوت الجيم ترتل بيتش خير 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 والله كنت تعبان كذا طفشان وش ذا يعني عندي شيء شيك ما يري عنك أقلدك هلا هلا توتال بيتش هارب الموجة هارب الموجة كنت تقول توأب الموزة ما كني قلت هلا الموزة يا حسني مسج مسافر في العيد لا لا والله ما مسافر كلن هنا وغير هذا في زواج بعد ولد خالي في العيد تمام مستحيل في ناس مسافرون بس يعني مترددة او ماي جاد يلا اكتف ماستر تشيف از كومينج دن 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 ويك اب تشيف تدري انا عرفت شيء اللي يتكلم في كورتانا بنتين ترى مو بنت واحدة او حرمتين اما تدري والله إذا جت تعصب واحدة ثانية وجت تتكلم يعني تتخيكر كيت نفسها يعني ها تتدلع فهمني هذه واحدة ثانية أما جت تتكلم تؤمر وتهاوش إذا صارت فكرية واحدة ها حلوة فكرية بس يلا إيه صارت يعني ها يعني تتمايع يعني فهمني وينك أحمد الزبدة أنا أمين وين بكون في يعني بكون في المريخ طالع من في مليون فراش انا لمينك يمين شوف يمين احنا نسميه فراش اه هلا والله بس بعض الناس يشوفون يقولوا يا ولد هذا فليزر ولا ثلاجه اوكي في فوق شيء يقول لك اضغط ار بي انت اللي تضغط اما وسوي شيء لما تطلع هلا مزتي انت احمد مالك مزه انا بس حقتي اقول ادخلي بس براسي تعال تعال يا اخوي لا تطلق اوه رعت
how close are we? Oh my god. شلون تركض ترى ناسي. اوكي اكس شوف العضلات شوف بكره. او شيت يلا العب لحالك قاعد على الجوال. زيد العب لحالك قاعد على الجوال زيد بس يقول حط الجير وخلاص سوي يقلع ابو الحظ بالغلط اصلا. وين اروح الحين؟ وين الدقرد ماستر جيف قلب غوريلا؟ وين اروح الحين؟ واقلع هذا جميل. اوه اصلا ضغط غلط تو بغيت انكب نفسي اقلع حيوان. See you in hell. A lot can happen in 4 years. Either way, he's probably not alone. We should be careful. Military. It's possible we just came across a rogue salvage ship. غلط. حيوان. ضربتني على طول. انت باقصني. غلط. واو. Maybe they haven't recognized us. زد انت قد هنا بنحاش. تبان معاهم حالك. لا تصبر معك. بالحق. Check point done. وين رايحين احنا الحين؟ ضربتني. اقلع. احمد بالتوفيق. طيب ليش تكلم علي انا اشيل ملك تمام شفت كيف مش كدك باقصني جد ام هلتي عشان انت تزبن وانا اكمل عليهم فاهمني شكيف يلا رايح يا ليجندري مو بعلي ليجندري نت بامهم ورعان جيبي ورعان لنا we've got bigger problems. We've got a cruiser on an intercept course. Head for the elevator banks. But didn't the ship sensor say the elevator systems online? Oh, صح يلا. Yes, but since the ship was torn in half, we can't access the weapon stations. Woo! To fire them manually from the outer hull. Sigat wojik to. Sakir. Oh! لا تطق خلاص بنموت. أدخل السقف أنا. شيل فيش. ادخل السقف في شيء ورا السقف اقدر اشوفه تو اقدر اشوفه ما عندي مدري الحين تشيك بوينت وين الباب يعجبني لمباتهم جميله هلا والله العاد ارجع قنيت فول باك ما عاد في يرجع احمد جاب عيد على شكل صعيدي ما يفهم ما يتفاهم ما يفهم تتوقع يريد لا يعني من جدك عبد الملك تتوقع يريد يفهم ما ادري عنه يا اخي باخر الشاشه بشكل غراب يلا احمد كمل عليه بس لي النوب مو رشاش مو انك نوب اخوي ابو درم رشاش انا شيخ هياط حنا هياط نمشي وندبح ما نموت اوكي بتموت انت ارجع اوكي ابو ام اي مت يا حزمات ذبحت الاليت ولا لا؟ اي بنحاش بموت انا تريدي هو ميت ولا لا؟ ميت يا احمد روح معاك انا اغطيك احمد تعال شوف واحد هنا كنا حي تعال شوفه شوف اي انت يا ولع يا جاكل ابد ترى يا ويا كله ميدين ميجرانت اوه شاهد في اليت هنا تعال يبغالنا الغالب لازم معك اصبر لازمة. احمد بغيت تجيه السكين وانت تقول تعال اذبح الورع ذا انا بكمل على جدهم ذا وين الشايب حقهم لا وش خد. وين هالجرينيد جنبي شاهد في اليت ثاني خذ اخيرا لقيته خلص يا ما في شيء احمد معك بلازما لا او مت احسن من ستيك
مع المؤخرة ستيك وخر. اولا بالكنكاشن معي كنكاشن كنكاشن هذا كنكاشن كذا طيب اوه كنكاشن بس مو بعلي مو بعلي كنكاشن خرابي كنكاشن اوه بيار يا وصخ شو شقيت بيار لا يفوتك عب عب بيامه اول مرة اشوف الدولي تصدق والله حتى اول مره اشوف اول مره ادري انه في بيارس خد خد شايف الاحترام خد شايف في اليت في اليت في اليت خذ اليت واصل اليت يا ابو راس وخر في واحد هنا في ثاني هنا ثالث الله ما في تفاهم هنا دن 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 خد يا إليت يا واسخ بطيرك قاعد عشق أحمد سوي شيء آمت شيت قاعد تطير في الجثث الغبية ذي إيش رأي بحد هاي هاي أم عليش طلقتك بغلط جد قدامي نسيت إني أنت مو طلقت علي زينك آمت ما عندك دم إيش بنطلق صاروخ الحين ناخذ الكارباين انت هنا ايه لازم شغله لازم ننزل طب اروح انا سوف انطلق الى الهدف سارة يس دف شو مع السلامة صاروخ والصاروخ يزرق اقول سبحان الله شلون صاروخ صار في كرة السمادي راح يزار همان اللي في مين لاحظ لا احمد لا اصبر يا مخيس اصبر لي وراي يتعب لاعبي احمد انت بدي اصقع شيء بوجهك الحين تلقاه بالمتحه اذا اصقع شيء بوجهي تروح هناك عبد الدار عبد الدار عبد الدار ايش لقيت ايش لقيت في شيء يطير هنا حدرات هذا وش ذا حدرات اصبر لي حدرات منه دامت كل شيء تكسر ارحش خل الورم فطس خل يا اخي والله انك بعد انحش حدرات ما اعرف احد انا خليني امشي بس ورعان انحشوا معي وش الاجدار والله اني حول ما اشوف اليت سلامات ما تشوف شر تعال اتبع عاد اي انت يا وص احمد وش سلامات مع السلامة بعدين بيسوي حركات كذا احترافية يدخل من بين هذه كلها ولا صار لي شيء اي المشكلة شوف الفكس يحرك يحرك المركبة يوخر المركبة حقك في الكابنت خليل طلعت